I always add complex regarding my smile. بسبب تأثير الفكين وشكل الابتسامة على الجزء السفلي من الوجه، صارت عمليات تجميل الأسنان جزء كتير مهم من عمليات التجميل بشكل عام. وأنا كأخصائي في تجميل وتعويضات الأسنان بدأت بتطبيق تقنيات جديدة مثل DSD أو Digital Smile Design، بالإضافة لبعض أجهزة الليزر السني المتطور لضمان أفضل النتائج. When I was 8 years old, I just broke my teeth and since then I always hide my smile and my teeth. Today I just came to Novomed Center to see Dr. Bashir to master my smile and I can't wait to see the results.